حياكم الله أخوتي وأخواتي الأعزاء، وأهلا وسهلا بكم في الجزء الثاني من مثالنا اللي يتناول Elastic Bar Under Concentrated Force وBody Forces، وإحنا بنحلله بطريقة 2 Dimensions. في الجزء الأول من المثال مالتنا في الفيديو السابق إحنا استعرضنا شلون قدرنا نمثل المسألة، وهسه راح ننتقل إلى أنه we create the mesh ونعرف الفاينانت إليمنت اللي نريد نستعملها، ومن ثم ننتقل إلى فقرة التحليل والنتائج. فنروح على module mesh. أول شيء نسوي أنه نضغط على mesh ونختار الإليمنت تايب ونحدد البار كله، نضغط done، وراح تكون هنا راح نختار حالة plane strain. راح أبقي الجيومتريك أوردر لينير، وراح أرفع Reduced Integration، أريد الانتجريشن كامل، بحيث راح تكون الإليمنت اللي اختاريتها أني هي من نوع CPE4 اللي هي 4 Node Bilinear Plane Strain Quadrilateral. راح أضغط على OK. وبعدها أروح على Seed وأختار Edge، وراح أحاول أنه أسيطر على توزيع الإليمنت مالتي بالطريقة اللي أنا أريدها، وراح أختار top surface، أضغط على shift وأضغط على bottom surface ودن، وراح أحاول إنه أختار method تقسيم by number، وأنا أريد بهل على طول البيم أريد 10 elements، أضغط OK. صارت عندي هنا 10 elements بالtop surface وعشرة elements بالbottom surface. أقدر إنه أعيف هذه الحافة على حالها، أو ممكن إنه أيضا أقسمها. فراح اختار النهايه اليسرى وشفت والنهايه اليمنى واضغط دان، وراح اكتفي بانه اخلي 2 elements بالثيكنس واضغط دان، وهنا يكون اني انهيت عمليه السيدنج. ارجع للمش، اختار انستانس واضغط يس، قسمت البار مالتي. بقالي انه اروح على الجوب واي كرييت ا جوب، راح اسميها EB2D اللي هي Elastic Bar 2 Dimension. أضغط على Continue OK. بعدين أروح على المانجر أسوي Submit للجوب اللي أنا سويته قبل شوية، وأنتظر النتيجة لأن تكمل عملية التحليل. لاحظ أنه البار مالتي هو Elastic بعد ما دخلنا بحالة البلاستيك. عدد الإليمنتس اللي صارت عندنا 20 إليمنت، إحنا مقسمين على طول البيم استعملنا 10 إليمنتس، وبالثيكنس استعملنا 2 إليمنتس، فصار عندنا 10 في 2 يساوينا 20 إليمنت. ونوع الإليمنتس اللي اخترناها هي إحنا أيضا لينير وخلينا CP4. أوكي، نروح نشوف الريزلتس مالتنا، وتعلمنا شلون إنه نختار الريزلتس مباشرة على الديفورم شيب، وهذه هي الريزلت اللي موجودة عندنا. نلاحظ انه الستريسز بالنهاية الحرة اللي المفروض قيمة الستريس تكون 1000 هو طلع ليها 1100، سوري اللي المفروض تكون 100 هو طلع ليها 110، وفي النهاية المقيدة اللي المفروض تكون قيمة الستريس 300 هو طلع لي 290. يعني معناها ما قدر انه يطلع الاكزاكت قيم الاكزاكت solution بالتمام بالكمال، معناها اكو امور لازم اني اغيرها حتى اوصل الى الاكزاكت سوليوشن، وهذا راح يكون شيء ثاني ما راح احكي عليه هسه، راح احكي عليه في فيديو اخر. لكن هسه اللي يهمني انه اشوف بعد الديفليكشن مالتي. الديسبليسمنت اجت مثل ما حلينا المثال الاول مالتي، اجت بيرفكت بالضبط. بالنهايه المقيده اعطتني ديسبليسمنت مقدارها 0، وبالنهايه الحره اعطتني ديسبليسمنت مقدارها 0.2، وهي هاي بالضبط نفس الـ exact solution. إذا تذكرون هاي القيم موجودة أمامكم حتى تشوفوها. طيب أساساً أنا جايب هذا المثال حتى أتعلم شلون أرسم الـ displacement و stresses وأي نوع آخر من أنواع الـ output الموجودة عندي. فراح أتبع نفس الخطوات اللي اتبعتها بالمثال السابق، أروح على tools وأختار path، ومن path أخذ manager و create، راح أترك اسمه path 1 والتايب انا اريد النورد ليست، كونتينيو واختار اد بيفور، وهنا انا ابدي احدد النوتس مالتي. انا راح اخذ السنتر لاين وابدي من اليسار وانتقل بالتحديد
باتجاه اليمين. وبهذه من أضغط done أكون أني كملت الباث مالتي، خلقت الباث. فأقول أوكي وأعطي dismiss منه وأرجع من جديد على tools، بس هالمرة أختار XY data وأختار المانجر و I will create one اعتمادا على الباث اللي رسمته قبل شوية، وأضغط على continue. أولا أختار الباث path 1، طيب بعدين أنزل لي جوا الفيلد أوتبوت، راح أخليه قيمة U1 اللي عندي أشوف displacement باتجاه X axis، وأعطيه save as وراح أسميها displacement، أعطيه OK. وبعدين أرجع على الفيلد أوتبوت من جديد وأختار ال S، أختار S1 1 اللي هي على أساس إنه أريد أشوف ال stresses باتجاه ال X axis، وأعطيه OK وأرجع على save وهي سمي ليها stresses. أضغط OK مرة ثانية وأعطي Cancel، وأجي لهنا نشوف إنه إذا أضغط Double Click على Displacement طلع لي قيم الـ X والـ Y للـ Displacement. الـ X هنا عرف ليها على أساس إنه هي الـ True Distance، والـ Y هنا هو معرف ليها على أساس الـ Displacement، فعرف لك الـ X axis والـ Y axis. بإمكانك إنه تظلل هذول الاثنين بأنه تضغط هنا وتضغط Shift، تضغط الواي ظللته كله، إذا تنقر على تختار Ctrl C من الكيبورد وترجع تروح على الإكسل شيت تضغط Ctrl V راح تنقل كل هاي المعلومات على الإكسل شيت، وتقدر ترسمها باستخدام الإكسل شيت. أو بإمكانك إنه تستخدم هذا البرنامج نفسه، برنامج أباكوس، وبمجرد ما تضغط على Plot راح ترسم العلاقة بين the True Distance along a path، خلينا نقرأ هذا True distance along a path وبين الـ displacement، ونشوف شلون انه هي من البداية صفر وكأنه هو كيرف من الدرجة الثانية الى ان ينتهي ب لما كل مسافة 10 راح تكون قيمتها 0.2، وهو هذا اللي موجود هنا. كذلك بإمكاني انه اروح على stresses وارسم stresses، نشوف هذا منحني stresses مالتي اللي يبدي لما يكون المسافة distance مالتي صفر، يعني بالنهاية المقيدة قيمته قريبة من 300، طبعا هو هنا فشل انه يوصل ل 300 حسب ما شفناها، وتبدي تنخفض قيمة السترس كل ما تحركنا باتجاه النهاية الحرة الى ان يوصل بحدود 100 لما نوصل الى نهاية البار مالتنا. طيب هل هذا كل شيء؟ لا، هذا مو كل شيء، اكو شيء ثاني بعد. بامكاننا انه اذا رحنا على results واختارينا options، ومن options سوينا شلنا هاي التك الموجودة على الـ Average Element Output at Nodes، ونضغط على Apply و OK، راح نشوف هذه شنو تأثيرها على الشكل مالتنا. راح نشوف على تأثيرها على تغيير توزيع الإجهادات بالإليمنت الوحدة. باوع توزيع الشكل شلون صار، راح أرجع أعيد العملية حتى أراويك أنا شنو اللي سويت. أنا رحت على Results، اختاريت Options وضغطت هاي التك كانت موجودة شلتها، إذا أرجعها أعطي Apply لاحظ شلون اللون الأحمر بدأ يزحف من الإليمنت الأولى إلى الإليمنت الثانية، البرتقالي بدأ مسافة تقريبا 3 أرباع أو ربع الإليمنت الثانية وانتهى بنهايتها، البرتقالي الأفتح من عنده، يعني نشوف تغيير الألوان، يعني معناها توزيع الإجهادات مختلف داخل الإليمنت الوحدة. أما إذا أشيل هاي التك وأعطي Apply راح نشوف انه لغى عملية الـ Average للـ Outputs بالـ Element. العملية هذه اللي سواها بالحقيقة هو انه الـ Stresses اللي تبدي ببداية الـ Element هي نفسها اللي تنتهي بنهاية الـ Element. وإذا ردنا نرسم الـ Output هسه مثلا هنا، إذا رحنا على Tools واخترنا XY Data، رحنا على Manager وردنا نرسم مرة ثانية لأنه نسوي فشي جديد، نروح على Create نختار Path Continue، ورح نبقي Path 1 نفسه ما رح نغيره، والفيلد Output رح أبقي S11 Save As، بس بدل ما أسمي Stresses مثل هنا حتى أميز رح أسمي S11، أقول له OK Cancel وأجي أرسم الشكل. رح أراويكم
أذكركم بمنحني السترس اللي رسمناه بالمرة الأولى، كان شكله بهالصورة هذه. بالمرة الثانية لما لغينا الأفريج، إذا رجعنا رسمناه، ولا صارت الدالة مالتنا توزيع السترسز كأنه درج، وهذا بالحقيقة هو إنه هذا السترس بالإليمنت الأولى. هنا ماكو continuity، هذا هو السترس بالإليمنت الثانية، هذا هو السترس بالإليمنت الثالثة والرابعة والخامسة، وإلى أن نوصل إلى الإليمنت العاشرة. فهذا الفرق اللي حصلناه بأنه لغينا عملية الأفريج اللي يصير بالأوتبوت مالتنا. هذا شيء جديد اليوم تعلمناه بعملية رسم الأوتبوتس اللي موجودة عندنا. وقالنا إنه شلون بإمكاننا إنه نحسن من أداء الفاينايت إليمنت موديول مالتنا، وبدال ما إنه إحنا النتائج مالتنا تقترب من النتائج النهائية الإكزاكت سوليوشن، راح نحاول إنه نخليها تساوي الإكزاكت سوليوشن أو تقترب بصورة أكثر، وهذا راح يكون موضوعنا لفيديونا الأخير والثالث باي سلسلة. شكرا جزيلا لمتابعتكم، ونشوفكم قريبا إن شاء الله.